نرضي الله فيه، في رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات. يعني نحن في الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات نؤكد على أنه بعد البيان الذي تم إصداره كان هناك حديث يعني عن من أجل يعني تبرئة أولا ذمة أرباب المخابز من 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 أي دعم مباشر، لأننا لا نستفيد من أي دعم مباشر. الدولة تقدم الدعم في إطار استراتيجية ديال هذه الصندوق المقاصة في دعم يعني القمح عند الاستيراد، على أساس أنه هذاك الدق الفوس ما يفوتش 350 درهم القنطار. وفي المقابل كاين واحد الاتفاق يعني متعارف عليه، هو أنه المخابز لا الخبز القطعة الخبز ديال 160-165 غرام خاصة ما تفوتش درهم وعشرين. لحد الآن لا زلنا ملتزمين بهذا الثمن هذا، لا حديث عن زيادة في الظرفية الحالية، لأنه ظرفية صعبة، ظرفية كتعرف واحد النوع ديال الاحتقان داخل المجتمع المغربي. لا يمكن أن نكون بأي حال من الأحوال يعني طرف في تأجيج واحد الصراع ولا واحد الاحتقان داخل المجتمع المغربي أبدا، لأننا نشتغل من منطقة ديال المقاولة المواطنة. بالنسبة لأنواع الخبز الأخرى فهي محررة بقوة القانون، تخضع لقانون الأسعار والمنافسة، يعني عادية. بالنسبة للدقة كامل ولا السميد ولا الخبز ديال الشعير ولا كذا، هذا راه الثمن ديالو محرر، كل يحدد الثمن ديالو حسب موقعه، حسب حجم استثماراته، حسب عدد العمال ديالو، وحسب النوع ديال الزبائن اللي كيتعامل معهم، وحسب حتى المدن والمناطق. ما يمكنش يكون الخبز في طنجة بحاله بحال تينغير ولا في زاكورة، حسب القدرة الشرائية ديال كل مدينه ودير كل منطقه، يعني حسب حتى كما قلنا الخصوصيه المجاليه ديال كل منطقه وكل جهه من جهات هذه المملكه. إذن أحب أن أطمئن الجميع على أنه كما قلت هذاك الثمن ما فيش حد الآن أي زيادة. هناك فقط دعوة ديال الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات للحكومة من أجل واحد الجلسة ديال الحوار، من أجل يعني إعداد واحد البرنامج ديال التأهيل اللي لازم نطالب به منذ زمان، لأن هذا القطاع هذا يعني تم الإهمال ديالو رغم الأهمية ديالو في النسيج الاقتصادي الوطني، رغم ما يقدمه من تضحيات ومن خدمة ومن مادة حيوية للخبز الموائد ديال المغاربه، رغم كما قلت التضحيات والاشتغال من منطقه ديال المقاوله المواطنه، وراه كوفيد كانت خير دليل، راه ايام الجائحه وايام الحجر الصحي الكامل الوحيدين اللي بقاو يعني مشتغلين وكيقدموا هذه الماده وفي احسن الظروف، وعطاه واحد الجرعه ديال الامان وديال الطمانينه للمغاربه راه هما المخابز. نكونوا واضحين، اول ما تم الانقضاض عليه داخل المساحات الكبرى نهار تم الاعلان على الحجر الصحي الكامل هو ماده الدقيق، لان الخبز في المغرب في المتخيل المغربي هو الطعام الاساسي، هو اي حاجه اساسيه بالنسبه للمائده المغربي. ولكن حنا طمئنا عبر عده بلاغات، اكثر من ذلك درنا عده مبادرات، درنا مبادره ديال الخبز للجميع، درنا مبادرات ديال يعني مجموعه ديال المبادرات انسانيه اللي كتبين كما قلت على انه في الوقت ديال الحاجه راه المغاربه ما كيبقاش المنطق ديال الربح والخساره، بقى ما كيكون المنطق ديال الامن والامان وديال المقاوله المواطنة. كما قلت أنا أؤكد وأعيد بأنه الخبز ديال درهم وعشرين المحدد الثمن الذي زيدت فيه، ولكن الباقي فهو محرر، وراء الإخوة ممكن يلاحظوا 20 ولا 30 فرانك، ولكن كاين شي مخابز اللي ما زادتش. غير باش ناكد بانه رغم هذيك زيد كاين مخابز اللي ما زادش، علاش؟ لانه حتى القوه الشرائيه ديال المناطق اللي كتوجد فيها مثلا ضعيفه، وعارفه بانه الا زادت لن يتم هناك اقتناء ديك المواد، فهذا يعني هذا كيبقى خاضع منطق ديال التجاره، منطق ديال العرض والطلب فقط لا غير.